السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تصمم لوجو لشعار كافيه؟ يعني للكافيه، وهو دلوقتي طلب مني تصميم لكافيه الأهرام. عايزين نعرف بقى إزاي نصممه معايا دلوقتي. أنا بس حاجة صغيرة، بس دي كده نيو تروح تايبه. ازاي نصمم لوجو لكافيه الاهرام؟ طبعا اول حاجه نعرف الاول اللوجو ده يبقى قريب من الخدمات اللي بيقدمها هذا المتجر او هذا المحل. يعني ما ينفعش ان احنا نعمل لوجو مثلا حاجه عن دواجن فراخ وهو اصلا بتاع مشاريب، يعني بتاع مشاريب بس مش مقنعه. فاحنا لازم نعمل لوجو قريب جدا باسم والخدمه. الاسم والخدمة، طب الاسم ايه؟ هو اسم كافيه الاهرام، يبقى الاهرام. الخدمة مشاريب، يبقى حاجة للمشاريب، مرتبطين ببعض. ممكن تاخد مثلا الاسم فقط، ممكن تاخد المشاريب فقط في تصميم اللوجو. ونادرا لما بتعمل حاجة مش موجودة في الاتنين، يعني مثلا ممكن تعمل اسم صقر وهو موجود مشاريب الاهرام، اصبح كلمه رسمه الصقر ديت ولا ليها علاقه بالمشاريب ولا ليها علاقه بقسمه اسم الاهرام، بتبقى نادرا. هو بيبقى حابب يعني ايه، عشان هو يمكن هو علشان لقب العيله صقر مثلا. هنشوف هيبان دلوقتي اللي احنا هنصممه دلوقتي. طيب اول حاجه يبقى احنا مطلوب كافيه الاهرام، يبقى اول حاجه الاهرامات والايه نوع المشاريب. هنرسم اول حاجه اللي هو ايه الكاس من طبعا البرنامج اللي هو بتاع باور بوينت دوت. هنشوف هنا من خلال الشيبس ده، هنختار دي ونقلبها كده. تمام كده. وهنعمل عمود صغير. وهنعمل القاعدة بتاعته. نختار دي. ده الكاس. الكاس بقى بإيد مش بإيد مش مهم، ده مش القصة دلوقتي، أهم حاجة كاس وخلاص. ده بالنسبة للكاس. هنعمل بقى إيه؟ رسمة الأهرامات. رسمة الأهرامات، بس قبل ما نعمل الكاس لازم نشيل بس إيه الإيه؟ الحاجات اللي هي الحدود. تمام كده. و هنعمل هنا مثلجات اللي هو التلج يعني. هناخد نسخة ونحاول نميلها. هنا اكتر وهنا هنخلي ديت هيبقى على التلج، يعني نخلي التلج جوه من خلال الضغط هنا. بس نشوف الاول دي بقى. ايوه بالظبط كده. ونخلي ده لونه لون بقى مخالف للكاس، يعني نخليه لونه مخالف للكاس تقريبا. لون التلج، لون التلج المفروض ابيض يعني، بس احنا هنخليه ابيض بس ايه مايل للغمقان سنه يعني. بس احنا هنخلي اللون بتاعه بقى مايل للغمقان سنه. طب احنا ممكن نعملها من هنا، ممكن نعملها من هنا اهو بهذا الشكل ده. ونخلي ايه التلج دوت يعني ايه يعني باين ان هو الحدود بتاعته باينه يعني. هنعمل بقى اللي هو الرسمه الثانيه اللي هي بتاعت الشفاطه دي، ولا اسمها شرموفورم، مش عارف اسميها ايه بالظبط. هنيجي هنا اهوت اللي احنا نشوف حاجه قريبه من الشرموفورم، اسمها ايه مسمينها ايه يعني، شرموفورم ولا اسمها ايه؟ هيبان دلوقتي اسمها. ممكن، لا طبعا دي حاجه تانية خالص.
انا عندي ما رسمهاش احسن، اشوف حاجه عيد اللي عندي. هنشوف كده الشيموفو ديت. ماشي، احنا ممكن نعمل طيب، احنا ممكن نعمل حاجة أظرف شوية. هدي رفعها كده سنة وخلاص كده، نخلي ديت لحد جوه. ده بالنسبة للتخانة بقى، عشان متفكرش هي معلقة ولا حاجة، عايزين التخانة سنة بس كده. دي الكاس. فين الأهرام؟ أول حاجة لازم نسيف في الأول الصورة دي كده كأيقونة. أدي إيه؟ واحد تمشي، مع السلامة. هنيجي التانية هنا، الأهرامات قال يا عم، الأهرامات أهي، أدي واحد اتنين تلاتة. تمام كده، وإن إحنا نعمل اللون بتاعه، نختار اللون بتاع الأهرامات ده أصفر. تمام كده أصفر، بس إحنا عايزين نكبر الهرم شوية اللي في النص ده بالذات، عشان الكاس هيتحط جواه. بس كده، بعد كده هنجيب الصورة بتاعت الكاس، هيتحط بهذا المنظر. تمام كده. لون بقى الكاس نفسه احنا هنعمله لون مموج. اللون بتاع الكاس، لا ايوه مظلل يعني، من ورا مظلل لون الكاس. طب احنا بقى عشان عايزين نعمل راس الهرم، احنا لازم نقلل سنه الكاس دوت، ونكتب هنا كفيل الاهرام من تحت. كفيل الاهرام ونكبر العملية ديت، ونكبرها على قد ما نقدر. فين التكبير بقى؟ أهي. بعد كده هنظلل الجزء دوت، ونخش على النوع التكست بس لحد ما نجيبها ونوصلها. بس هي بتاعت التكست. شيل دي، في بس حاجة هنا صغيرة كنت حابب أشرحها مرة. ايوه هي دي، شايفين دي؟ تقدر تعمل ايه؟
اشكال على كده، نشيل بقى ديت، نكتب ايه؟ كافيتيريا، كافيه، الاهرام. نعم كتب بالعربي. وانتهت الأوجو يا بطل. ونعمل كده اهو، نسيف الزيرو اتنين اللي هو في اللوجو، ونخش نمسح بقى كل الكلام ده، ونخش على اي حاجة ونقدر نبص نطبعها، نعمل استدراج للأيقونة اللي هتتبع على الفواتير وتبع على كل حاجة، والسجل التجاري والضريبي والكلام ده اللي هم قايلين عليه، وبتظهر معانا اللوجو يا بطل اهو. لو حبيت تعمل خلفية عليها ما انت شايف على الأبيض واللون التاني دوت، وجميع الألوان يقدر يشتغل عليها، ما تشوف لوجو يا بطل. ده اللوجو كده ايه، تم انتهاء كفي الأرض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.